مشاهدينا الكرام، من جديد أهلا وسهلا بكم في الظهيرة. في محورنا الثاني سنتناول إحدى توصيات مجلس الوزراء الأخير حول الذي يتعلق بدعم الاستثمار وخصوصا الصناعات الكهربائية. مجلس الوزراء كان فيه هناك توصيات تخص تذليل أو ضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين، التنسيق بين مختلف القطاعات خصوصا قطاع التجارة الصناعة والطاقة. هكذا هذا ما جاء في بيان مجلس الوزراء. إضافة إلى ذلك، العمل على أولوية السوق الوطنية على الخارجية في كل منتج يكون. ضف إلى ذلك، مجلس الوزراء أقر بضرورة أن تكون في هناك دراسة لمختلف المنتجات، أو بمباشرة إحصاء للمنتجين في الولايات التي تعرف حركة صناعية قوية بالتنسيق مع ولاية الجمهورية، وجرد وطني لكل تخصصات وأصناف وطبيعة المنتجات الكهربائية في الجزائر، بهدف منع استيراد كل المنتجات المصنعة محليا، وذلك في غضون شهر واحد. هذه الدراسة تكون حاضرة. سنتحدث في هذا الموضوع بالتفصيل مع ضيفي هنا في الاستوديو، السيد محفوظ ميغاتليا، الأمين العام للكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية. مرحبا بك سيد. شكرا استاذ. العفو، اهلا وسهلا. نباشر سيد محفوظ ميغاتليا مع جزئية وموضوع الصناعة الكهربائية. هي مهمة الصناعة الكهربائية، وأشار إليها وركز عليها مجلس الوزراء الأخير يوم الأحد، لكن هناك من قال أرى قول أن الصناعة الكهربائية مهمة نعم، لكن مرتبطة هي وفيها تتطور دائما، وتكنولوجيات كبيرة وسريعة تحدث في العالم فيما يخص الصناعة الكهربائية. توطينها هنا في الجزائر والاعتماد على المصنعين الجزائريين ومنع استيراد أي منتج يتم صناعته هنا، ممكن هناك من قال أنه راح يبعدنا شوية عن التكنولوجيات المتطورة الأخيرة الحديثة الحاصلة في العالم. كيف ترى هذه النقطة سيد؟ لا، نظن التطور هو ويمشي كل يوم، ماشي كل يوم يمشي تطور، ولكن أنا في بالي اليوم تطور تاع يعني الصناعات الكهربية يعني تكون يعني في نبداو يعني القطاع الخاص لازم يبدا يعني يستثمر في هذا المجال هذا، باش اليوم نتخلصوا شويه من صناعات يعني تاع الكهرباء يعني بالبترول وكذا. هذا مهم جدا. معليش هي قد ما تتطور قد ما تكون يعني فيها يعني يمشي معها المستثمر. لكن هناك من قال انه القرار مجلس الوزراء انه يكون فيه جرد وطني لكل تخصصات وأصناف وطبيعة المنتجات الكهربائية في الجزائر، وبهدف منع استيراد. يعني إذا كنا عندنا المنتج هذا مثلا على سبيل المثال تلفزيونات مثلا، إذا كان عندنا هذا المنتج فممنوع أنه يستورد، ما نجيبوش. لكن هناك من قال أنه لما نمنعه، هناك من قال أو تخوف من منع أنك تمنع التواصل مع التطورات اللي راهي حصلة في العالم في هذا المجال. يعني تطورات تكنولوجية كل يوم تتطور، يعني نحتاج إلى احتكاك دائم مع نحتك بالصناعيين العالميين حتى نتمشوا مع العالم ونواصل. يعني هذه وجهة نظر، ما رأيك؟ لا يعني هما هذو الصناعيين العالميين لما يعطوك التكنولوجيا يعطوها لك يعني ماشي الأخيرة ولكن قبل الأخيرة، ولكن احنا لازم تكون عندك يعني دي باز يعني باش تطور هذه الصناعة هذه. باش لازم تكون عندك دي باز باش اليوم نصدروا اليوم تلفزيونات اوروبا بجدول يعني عالمية، كاين مصدرين صدروها لاوروبا. يعني لماذا يعني تكون فيها هذا التلفزيونات يصدروا من اوروبا فيهم 40% جزائرية، ربما يزيدوا يتطوروا ويضحكوا حتى 50% 60%. طيب، من بين توصيات مجلس الوزراء في هذا المحور موضوع النهوض بالصناعات الكهربائية، كان في هناك نقطة ضرورة التنسيق المستمر بين قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة للنهوض بالصناعة الكهربائية. يعني لازم يكون في هناك تنسيق بين القطاعات التجارة الصناعة والطاقة. هناك من قال أنه يقول أنه حقيقة صح، مش فقط في مجال الصناعة الكهربائية، في العديد من المجالات عندنا مشكل تنسيق، ما عندناش تنسيق بين القطاعات، ما عندناش تنسيق بين الوزارات. ما رأيك؟ أنا لاحظناها في الميدان، لاحظوها كل يوم
كل يوم في الميدان. اليوم ما كاش تنسيق ما بين وزارة ووزارة. لما تصبح اليوم وزارة لما تجيها ملف تكتب الوزارة الأخرى. ما كاش تنسيق. هذا هو سبب اليوم الانعكاس تاعنا يعني والضعف تاعنا تاع الاستثمار. ما فيش تنسيق. وعطل المشاريع الاستثماريه بزاف. شفت القرار تاع الحكومه المؤخر يعني تاع الرئيس الجمهوريه وحنا احنا نشكروه في هذا المجال يعني لماذا اخذ قرار باش يعني هو التنسيق ما بين وزارات ما ماشي موجود. التنسيق ما بين الولايات ماشي موجود. ما كانش تنسيق يا باسخيل ما كانش بيناتهم كل واحد يشتغل لما تجي مشكله يصبحوا يكتبوا لبعضهم رساله الاخر يكتبوا رساله لا عطل كثير من المشاريع هذا عنده دور كبير مئات ومضور كبير مئات هذه اللب البيروقراطيه عطلنا ننضم في بالي وزير لما يحكم يعني مسؤوليه لازم باش يجي باش يحل مشاكل ماشي باش يكتب لزميله بريا ويقول له شوف كيفاش نتعاملوا في هذا الباب والاخر يكتب الاخر لا هذا عطل مئات ومئات مئات المشاكل كل واحد ما يحبش ياخذ مسؤوليه علاش عش سبب عدم التنسيق انا بكل نقول هاك اليوم انا هنا في البلاطو تاعكم يعني ما كاش التزام بانونجاجمون ما كاش التزام مع رئيس الجمهوريه مع قرارات رئيس الجمهوريه لازم الوزير على ديبارتمون لازم يلقى حل ولا يشوف كيفاش يلقاو حل ويتلاقاو ما يبقاوش يعني كل واحد يعني يرمي كيما نقول احنا يرمي البلوطة الاخر والاخر يرمي هذا لا لازم يجوا باش يلقاو حلول هو تشوفوا انه خوف اكثر او ما كاش خطه هكذا يعني تنسيق خطه واضحه بين الوزارات ام انه والله يا رئيس الجمهوريه قال لهم كل شيء ما كاش خوف اليوم الخوف الانسان يخاف اللي يدير في جيبه خوف ما فيش اليوم لازم يمشوا باش يلقاو حلول لازم يمشوا مباشره باش يلقاو حلول اليوم ما عندناش حل اليوم في الجزائر ما عندناش حل الا نعاودوا الانعاش الاقتصادي هذا هو حل الجزائر كلها تشغيل الاقتصاد الناس كلها تخدم هذا هو الحل نمبر 1 تاع الجزائر اليوم الحل اليوم الاقتصاد يمشي احنا اقتصادنا عاجز راك شفت شحال من الملف رئيس الجمهوريه حل هو المشكل تاعو الجمهوريه عنده ما عملتش بهذا الشيء هذا الوزراء تاعو هما اللي يلتوا بهذا الشيء هذا اليوم ما عندوش اليوم حل اليوم تميز انت يا هل تميز اليوم الوسيط الجمهوريه هو يلتب يحوس مسكين على الملفات هذو وسط الجمهوريه عنده ملفات اخرين اكتب لما وسط الجمهوريه يتكلم 500 ولا 600 ملف مشروع تحل ممكن بسيط اجراءات بيروقراطيه بيروقراطيه تمشي احنا نحاربوا فيها منذ سنين وسنين هذه اجراءات لازم تنحل اليوم تنحل ولازم ترجع الثقه للمستثمر المستثمر لازم له ثقه لازم ترجع له الثقه لما نقولوا الثقه تاع المستثمر في ماذا تكمن الثقه في ماذا تكمن الثقه بالتحديد يعني باش نقولوا هذا المستثمر راهو واثق في واش 1 2 3 في واش بالتحديد شوف يعني من واش يخاف المستثمر واش راه مخوف المستثمر شوف المستثمر راح كيما نقولوا احنا راح يجيب فلوس راح يحط فلوسه يخاف يضيع فلوسه كيفاش نضمنوا له خاطر كيفاش نضمنوا له لازم تكون صراحه وتكون شفافيه صراحه اليوم تنجم ولا ما تنجمش اليوم المستثمر لما يجي يستثمر ويمشي نص طريق ويعاود طيب مثلا انت مستثمر جيت راح تستثمر قال وش من الحاجه اللي تطلبها حتى تكون مرتاح وش من الامور الشروط اللي تطلبها تحب تعرفها حتى تكون تستثمر بأريحية وماكش مقلق قوانين واضحه قوانين شفافه ولما يكون انسان يحط يستثمر لازم يتبقوا له القانون هو ماهوش يجي غير قانوني لما يعطوا رخصه يثبتوها معاه كان يلحقوا عنده رخصه وفي نص الطريق يقولوا لا نغيرنا القانون لا تغيير القوانين هذه واحده هذه نمره اثنين السلطات الحوار ما كاش مع السلطات المحليه وشكون يعني تقصد ابداها من الوالي الوالي يغلق بابه وما يهضر مع حتى واحد ما كاش حوار لازم يكون حوار نلقاو حلول مستثمر هذا عنده مشاكل
ما جابولوش الماء، ما جابولوش الكهرباء، ما جابولوش هذه، ما يستقبلوش الوالي وما يستقبلوش السلطات المحليه، لازم يلقى معه حلول. يجتمع معاه ويشوف معاه يلقى كيفاش يحل المشاكل هذو بكل يعني شفافيه. خاطر الشعب الجزائري اليوم مقتنع، لو كان تهضر معاه لغه الصراحه مقتنع، يقتنع. اليوم لغه الصراحه ما كاش الحوار، يشكل الانسان في الاستثمار تاعو. اليوم كاين ناس ذات استثمارات كثيره متعطلين، متعطلين على ربما قطعه ارض عطاوها له وعاودوا نحاوها له. كيفاش يعطوه قطعه ارض باش يستثمر فيها ويقول له عندك عميل باش تطلع فيها يعني المشروع تاعك، هو واسمه البيرميت كونستوير، عميل مازال ما عطاهولوش، الماء ما كانش، الكهرباء ما كانش. معليش ديروا حوار. المشكل هذا علاش الماء ما كانش؟ على معليش لما المستثمر يشوف باللي الحوار كاين ويشوف باللي كذا يعني يقتنع. لما يشوف الباب مغلوق تاع الوالي وتاع المسؤول يعني ما يقتنعش. يقول لك سدوا فيا الباب، سدوا عليا الباب، يبقى متشكك. والناس واحد اخرى باش تستمر ما تستمرش. طيب وش في اي مجال ترى انه يجب ان نستثمر اكثر؟ لانه احنا في الجزائر لحد الان ما عندناش ميزه متميزين بمنتج معين، بقطاع معين مثلا. وش من القطاع تشوف انه مليح لو نستثمروا فيه ونركزوا عليه؟ انا في بالي كل القطاعات التحويليه، الصناعات التحويليه، الترانسفورماسيون، كل القطاع تاع الصناعه التحويليه نبداو بها هي الاولى. اليوم نعطيك مثال بالك تحكي لي يعني لا باسل ما بين وزاره ووزاره. اليوم في وزاره الصناعه ما عندهمش لا كارتوغرافي تاع الصناعه الجزائريه واش موجود في الجزائر. وزاره الصناعه نعم، هذا وين جابوا يعني انداتا باش يسجلوا فيه لا كارتوغرافي تاع وزاره الصناعه. هذه في الحقيقه، هذه في الحقيقه تلقاها في النت، تروح تشوف في الولايه هذيك ما كاش هذه، ما كاش هذه، كاين هذه، كاين هذه، وتستثمر في هذيك الولايه. اليوم لازم نبداو يعني دراسه بهذه. دراسه لواقع الصناعه ما كاش، ما يعني عندناش هذا الكسلو. ديجا نعرف واش موجود اليوم في الجزائر، نعرف واش موجود. الوالي بدات بنفسه ما على بالوش واش موجود بالضبط، على باله بالك بالصناعات الكبرى، ولكن الصناعات الصغرى هذوك ما على بالوش واش موجود. اليوم وزاره الصناعه لما تدير يعني آلية وتسجل فيها شهرين ثلاثة يديروا فيها كاع كل الجزائر 58 ولاية. إرادة. لواش مهمة هذه العملية؟ لواش؟ أنت مستثمر جاي الولاية من ولاية الجزائر تحب تعرف واش فيها. أنت تصنع آلة لازم لك الصناعة هذه باش تكون هذيك الصناعة الأخرى تكون قريبة لك مكملة لك أنت، لازم تعرف أنت في الولاية وتعرف حتى يعني واش من واسمو لي سون دو فورماسيون بروفيسيونيل، التكوين المهني اللي اقرب ليك، تعرف الجامعه اللي اقرب ليك. لازم كلها هادو الكارتوغرافي مفتوحه، كل ما يتماشى مع المشروع نتاعك تكون تعرفه. هذا قصدك تعرفه انت، تدخل في الكمبيوتر تاعك تعرف المشروع هذا في الولايه هذه لا ما يتناسبش، يتناسب في هذه الولايه. لماذا لا؟ خاطر كاين مصنع يصنعوا في واحد الحاجه اللي لازم تكون اكماليه ليك. هذه سهله ماشي اي مشروع لازم تكون عندنا العمليه الاحصائيه نتاعنا لازم تكون ضروري قويه، ضروري ضروري قويه ضروري. احنا ما عندناش هذا الشيء. انا قلت لك، تروح حتى للتكوين المهني، واش من مركز التكوين المهني اللي موجود قريب ليك باش تجيب يعني ملتم التكوين المهني، ولا تقولوا يكونوا لك في التكوين المهني. حتى من الجامعه، واش الجامعه هذيك واش الاختصاص تاعها. هذا كله راح يفيدنا. والا اي مشروع ديره ممكن يفشل لانه ما عندكش قاعده بيانيه. ما عندكش قاعده، ما عندكش قاعده بيانيه، ما كاينش دراسات، ولا يصعب لك، ولا يكون يعني التكلف تاعو يعني التكلف تاع الانتاج تاعك يكون قوي.
باسكو تروح تجيب الماده الاولى 200 على 1000 كيلومتر ولا 500 كيلومتر وتجيب، لا لازم تكون يعني تحوس تدرس باش تجيب، تكون عندك يعني كيفاش نقول هنا الاسعار تاعك تكون مدروسه، خاطر علاش الصناعه هذه التكميليه هذه يكون عندك المنتج تاعك هذا ينتج فيها في 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 ماده هو يمدها لك وانت وانت تصنعها وتمدها لهذاك، ودي هي هنا في هذه النقطه تتفق مع البعض اللي راح لانه الأحسن أنه نتوجهوا لسياسة الأقطاب الصناعية، يعني الأقطاب الصناعية مثلا كل ولاية أو منطقة مثلا تكون مركزة على صناعة معينة، قال مثلا في ولاية معينة مختصة في صناعة النسيج، ولاية أخرى مثلا قطب في صناعة مش عارف أنا المواد الغذائية التحويلية، ولاية أخرى مثلا في الجنوب مثلا في صناعة معينة، تتفق مع هذا التوجه ولا عندك نظرة أخرى؟ كانت في الأول كانت هذه النظرة هذه، ومن بعد راحت الصناعة هذه المنطقة الصناعية راحت منها. علاش مدوا الناس كله ما عرفوش كيفاش يمدوا، كان اللي بدل التغيير، كان اللي غير يعني الاكتيفيتي تاعو، كان اللي لا لازم تكون هكذا. في ولايه من الولايات عندهم مثال، عندهم اختصاصيين يعني في الجلود، اختي ولايه من الولايات عندهم اختصاصيين باغ اكزومبل في الالكترونيك بالعباس. اللي بالعباس مختصة في الإلكترونيك، على الجامعة إلى قطب صناعي مختص في مجال معين. الجامعة عندها اختصاص تخرج مهندسين يعني إلكترونيك من ملتم. يعني كل هذا لازم يتناسب، تروح تحط بيتان في بجاية اختصاص أغرو أليمونتير، في عنابة اختصاص يعني أغرو أليمونتير، يعني كل هذا علاش يكون تكامل بعضهم بعض، وباش حتى الاسعار يعني يسيطروا عليها، خاطر لما يكون المسافه ماشي بعيده وكل شيء، تكون الماده الاولى من عند هذا والماده هذه مع هذا. ما اليوم انا قلت لك اليوم لازم يكون عندنا كارتوغرافي تاع الصناعه تاعنا تاع الجزائر، وزيد فوقها نعرفوا واش كاين تاع واسمه الفورماسيون بروفيسيونيل، الجامعه، يعني كل هذا. يعني شوف يعني 1200 كيلومتر تاع اوتوروت ما نجموش يعني يديروا مناطق ماشي صناعيه، زون داكتيفيتي. بتيت زون داكتيفيتي 1200 كيلومتر تاع اوتوروت، كل واحد يعني يدير اون زون داكتيفيتي يعني قدامه باش يعني شويه يعطي حيويه للمصر. لازم هذه هي الفائده تاع الطريق السريع. هذه هي الفائده تاعو، لما يكونوا يعني في جنبه ولا قريبه ليه، يعني عندهم ديزاكسي باش يديروا دي زون داكتيفيتي مناطق. وهذا شكون يواسيها؟ هذا الوالي. الوالي هو اللي في الحق، هو اللي يروح يجيب المستثمرين، هو اللي يختار المستثمرين، يقول هذا الاستثمار عنده 1000 عمل، هذا عنده 200، يختار هذا. هو مش مستثمر يحوس على يعني قطعه ارض، لازم الوالي هو اللي يقول نوفر لك الارض، نوفر لك كذا، ولكن يكون عندك يعني مناصب شغل. توفر مناصب شغل. ويكون دفتر شروط واضح. دفتر شروط واضح، نعطيك الماء، نعطيك التريسيتي، نعطيك الارض، نعطيك هذه، نعطيك عندك عامين باش توفر لي معمل. هذه سام، ما توفرليش نحيها لك، نسحب ما منك. هذه ماهيش يعني حاجة، هذه مش حاجة يعني، مش حاجة يعني حاجة بعض المستثمرين تخيل في حديث قال لي انه كان عنده مشكل الكهرباء، الوالي شخصيا ما قدرش يحلوا مشكل الكهرباء. شكون يحلوا المشكل؟ اذا كان الوالي ما قدرش يحلوا، الوالي حق يحكم سيارته يحبط المديرية الكهرباء، هو هنا في العاصمة. هذه لازم الوالي مش راح نزيدوا نكلفوا رئيس الجمهورية بادي. الوالي رئيس الجمهورية ما يتكلفش بهذا الشيء، هذا عنده ملفات 5 أو 6 ملفات فوق المكتب تاعو، يعني خاصة بالجزائر ماشي خاصة بهذه تاع الاخرين. لازم هما بعضهم هو يحبط للميدان ويشوف ويلقى الحل، خاطر راح يشغل له 100 ولا 200 ولا 300 عمل. يلقى الحل. لكن الوالي ما يتحركش، ما قدرش يحل، احيانا ما يقدرش يحل مشكل الكهرباء، يلقى يا خويا يروحوا يواجهوا هذا المستثمر، يقولوا له يا ودي انا ما نجمش نحلوه، ماشي يبقاو عليه غالقين، حنا المشكل وين رانا، الرد ما كاش لا با دو ريبونس، يشتكي ما كاش حد. انا نقصد لك هنا انه مثلا
على سبيل المثال هذه في إحدى الحالات يعني أنه لازم يكون للوالي صلاحيات، مثلا كل الصلاحيات، مثلا صلاحيات مثلا تزويد هذا المستثمر بالكهرباء، لما الوالي قرر يعني تتمد له الكهرباء، فهمني؟ الأشكال أنه أحيانا قرار الوالي وكأنه غير موجود، يقرر أنه يزود هذا المستثمر بالكهرباء مثلا، لكن في النهاية الله شيء مؤسف، لكن الوالي ما ينجمش يحل مشكلة الكهرباء، شيء مؤسف. اليوم رانا في موسم احنا شفنا الولات اللي ما ينجموش حتى باش يغير له الاكتيفيتي، يغير لك السيد دار مشروع، عطاو له قطعه ارض ودار مشروع عامين ثلاث سنين من بعد باش عطاو له يعني اسمه البيرميت كونستوير. لما جاي داك المشروع هذاك صابوا باللي اللي ديباسي خلاص ما يفيدش المنطقه، لازم باش يغير، يصبح الوالي ما عندوش قدرات باش يغير له. نعم للاسف. سيد محفوظ ميقاتلي الامين العام للكونفدراليه العامه للمؤسسات الجزائريه، شكرا جزيلا لك على شكرا. مشاهدينا الكرام، الظاهره لا زالت متواصله ولكن بعد فاصل قصير، لا تبتعد.